وحول المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة أكادية إنجمينة سفير السودان بدولة تشاد عبد العظيم حسن صالح. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير. نعم، هل تسمعون سعادة السفير؟ نعم سفير عبد العظيم حسن صالح من تشاد، هل تسمعني الآن؟ نعم يبدو أن السفير عبد العزيز لا يسمعنا. معنا في ذات الموضوع ومن داخل الاستوديو ينضم إلي الناشط السياسي محمد إدريس. محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. يعني هذه الزيارة كيف تنظر لها وسبقتها بالطبع يعني العديد إن صح التعبير نقول من شيء من حسن النوايا إطلاق سراح أسرى هذه الحركات المسلحة، والآن أيضا هنالك تجديد لوقف العدائيات، كيف تنظر لهذا كله؟ شكرا جزيلا. أنا بدءا أود أن أهني القائد والرفيق مني أركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم على هذا الخطوة الشجاعة في دخولهم في العملية التفاوضية بقرارة انضمامهم للسلام. أيضا أناشد الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور والرفيق عبد العزيز الحلو ومالك عقار وكل الحركات اللي حاملة للسلاح في أن ينضموا للعملية السلمية. أيضا من هنا أود أن أشكر القائد محمد حمدان دوغلو نائب رئيس المجلس العسكري في اتخاذ القرار الجاد في انهم يمضوا نحو السلام. وكانت زيارتهم لمجمينا يعني ولقائهم بالقائد مني أركو مناوي وبقيه الرفاق من حركه العدل والمساواه بأسس للعمليه السلميه الذي ننشده جميعا وينشده كل الشعب السوداني. نعم، فيما يتعلق بعمليه التاسيس او كلمه التاسيس تحديدا، يعني ما الجديد في الرؤى والافكار لمفاوضات جديده؟ يعني في السابق معظم هذه الحركات جاءت الى السودان باتفاقات وخرجت في منتصف الطريق معظمها او بعض منها. ما الضمانات، ما الجديد الان في هذه المفاوضات التي ستجري مع هذه الحركات، وهل ستشمل كل الحركات المسلحه؟ أنا أحد الحركات التي وقع اتفاق السلام مع الرفيق أبو القاسم إمام الحاج، وكان هناك مشاكل ومعوقات، هناك عدم إرادة حقيقية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة. ولكن الآن أرى أن المجلس العسكري يعني له رؤى واضحة جدا مع بقية المكونات السياسية، قوى إعلان الحرية والتغيير، وكل الشعب السوداني أصبح الآن المزاج هو مزاج السلام. وانا اجزم ان هذه المره يعني لكل الاطراف الاراده الحقيقيه في تحقيق سلام شامل يضم كل الاطراف في السودان. ودعوني اتعرج لما قام به المجلس العسكري بزيارته لمجمينا والتقائه بالقائد مني أركو مناوي. وايضا هل لديك تفاصيل اكثر؟ نعم لدي بعض التفاصيل. هناك يعني خطوات اساسيه تم الاتفاق عليه من خلال هذا اللقاء. واول هذه الخطوات هو وقف الاداءات كما تفضلت انت في الاخبار. وايضا امنوا على 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 على, على اطلاق سراح جميع الاسرى اسرى الحروبات من الفتره السابقه. وايضا اتفقوا على ان يكون هناك يعني عمليه تفاوضيه يعني شامل، وده وضعوا جدول يعني تفاوض شامل وبالتاكيد سيسهر للشعب السوداني خلال الايام القادمه في الخرطوم. هنا لا هيكون في مجمعين او في اي منبر اخر يتفق عليه، ولكن اتفقوا جميعا على ان يكون هناك ارضيه بوقف الأدائيات وعلى أن يمضوا جميعا نحو العملية التفاوضية بخرط النقاش على كل القضايا التي يمكن أن يؤمن لسلام شامل ودائم في السودان. أنا أيضا أقول أنه ذكرنا من قبل أن هذا السودان وهذا البلد لا يمكن أن يمضي وينطلق إلا بسلام شامل يرضي كل الأطراف، وأيضا أن يرى كل أبناء الشعب السوداني هم ممثلين في وضع مستقبل بلدهم، واي اخصاء او اي يعني تماطل او اي تنصل من تطبيق الاتفاقيات بينعكس سلبا على هذا البلد وبيدفع فاتوره مواطن السوداني يعني في معاشه وفي تعليمه وفي خدماته وفي كل مناحي الحياه. طيب ما الذي يضمن مستقبلا ظهور حركات جديده؟
يعني في السابق يقولون كل من يملك تاتشر واثنين من كلاشينكوف يمكن أن يؤسس حركة ويعلن اتفاقية سلام مع الحكومة، ما الذي يمنع هذا في الفترة القادمة؟ بالتأكيد لن يكون كما تفضلت به الحديث الذي يعني كل من يملك تاتشر ويملك سلاح أن يملك. هناك هذه الحركات حركات مطلبية، وهناك قضايا أساسية يعني من الاستقلال وإلى يومنا هذا يعني هناك مشاكل في السودان، وظللنا ندفع فاتورة هذه المشاكل. جنوب السودان كانت هناك مشاكل حقيقية، بروا أنهم يعني لم يروا أنفسهم في هذا الوطن، وأيضا في دارفور وفي جبال النوبة وفي الشرق وفي قيرو، وأننا نريد أن نؤسس تهميش نريد أن نؤسس لدولة المواطنة. عندما يكون هناك قانون وهناك دولة بتاعت مواطنة، بالتأكيد كل الشعب السوداني سيقف ضد من يحمل السلاح وكل من يرفع صوته ضد الحكومة. نعم، قال حميدتي الفريق حميدتي نريد أن نرى هذه الحركات في الخرطوم قريبا. يعني كلمة قريبا هل نلمس ربما اختراق لبعض من القضايا الأساسية مع هذه الحركات في هذه الزيارة؟ نعم، هناك خطوات أساسية تم التوصل عليه مع المجلس العسكري. أول هذه يعني أول هذه الخطوات زوال نظام الإنقاذ، لأنه معظم الحركات التي رفعت السلاح كانت يعني ضد حكومة هناك أرضية جديدة نقدر، والآن هناك أرضية جديدة ليس هناك قسم، وأيضا ليس هناك مزايدات، الكل يعني همه الوطن، وبالتأكيد يعني للسلام ثمن. يجب أن يكون هناك تنازلات من قبل المجلس العسكري ومن قبل حامل السلاح حتى يعني نحقق سلام شامل لهذا البلد. كفانا احتراب، كفانا اقتتال، لأنه يعني كل الشعب السوداني وما من أسرة إلا ويدفع فاتورة هذا الحرب. أشكرك محمد دريس الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.